بالفعل اليوم المغرب يشتغل في إطار دي غون بروجي، بمعنى تنشتغلوا على أساس أننا كاين واحد المجموعة ديال الملفات اللي هي مركزة، والملف اللي هو مرتبط بالتجهيز والنقل واللوجيستيك هو من الملفات اللي هي عندها أساس اقتصادي لكنه مرتبطة بكل ما هو بنية تحتية ووسيلة لخلق القيمة المضافة. لابد عندما نتحدث عن التجهيز نتحدث عن البنية التحتية، إذا كل ما هو ضروري هذه البنية التحتية لابد يلزمها أننا ننقل فيها البضائع وننقل فيها الناس، إذا باش نخلقوا هذه القيمة المضافة نقوم بنقل يا إما المنتوج يا إما الإنسان من مكان إلى مكان آخر، هنا في تدخل القيمة المضافة. واللوجيستيك هو أننا رفعنا تحديات، وهذه التحديات اللي مرتبطة بالتنافسية ديال الاقتصاد المغربي، ما يمكنش يكون عندنا تنافسيه على الصعيد العالمي في اطار العولمه اذا بقينا مرتبطين بواحد التكلفه لو كود لوجيستيك للوجيستيك اللي هو مرتفع. فاذا رفعنا هذا التحدي على اساس انه ما يمكنش يكون هناك نقل ايجابي وفعال وذو قيمه وتكلفه منخفضه الا اذا كانت اللوجيستيه تتمشي معاه وتتيسره، وبالتالي من ربطنا اللوجيستيك بالنقل ثم باطار البنيه التحتيه كان الهدف ديالنا بالفعل هو اننا نخلقوا واحد البول اللي هو جامع واللي الهدف منه الرئيس والأساس هو أنه يكون مسهل وميسر للعمليات الاقتصادية على الصعيد الوطني. وبالفعل اليوم بورتنات منذ الإنشاء دياله في 2011 قامت في عدة مجهودات واللي يمكن نقيمها جد إيجابياً باعتبار أنه الحصيلة اليوم في 2018 يشهد بها الجميع على الصعيد الفاعلي الاقتصاديين وأيضا الفاعلي الإداريين. استطعنا اليوم باش نقربوا وجهتي نظر، الوجهة الإدارية اللي كان من المفروض أنها تشتغل على التضبط على الفترة ديال الأوراق، والوجهة الاقتصادية اللي من المفروض اليوم تبحث على التنافسية. فتقريب هذه الوجهتين، الوجهة الإدارية والوجهة الاقتصادية والرجال ونساء الأعمال والقيمة المضافة، اليوم بورتنيت استطاع تجمعهم، بمعنى أننا يمكن يكون عندنا أداء اقتصادي ذو إنتاجية وذو قيمة مضافة ولكن بدون ما نخل بالواجبات الإدارية التي تقوم بها الإدارة. إذن بورتنيت اليوم بالفعل كانت عنده هذه الإيجابية واستطعنا اليوم من خلال أولا المعطيات المتوفرة على الصعيد العدد ديال الأشخاص والمقاولات اللي هي مرتبطة بالبورتنيت، نحن تنهضروا على تقريبا 34 ألف منخرط اللي هو في البورتنيت وتنقدموا الخدمة لحوالي 40 ألف. إذن المجهود اليوم هو مجهود قائم واللي استطعنا من خلاله أننا نطوروا حتى الترتيب ديال المغرب على صعيد دوينغ بيزنس مناخ الأعمال، بمعنى أنه خلال السنتين الأخيرتين 2017-2019 انتقلنا إلى المرتبة 62 من خلال ربح واحد 40 درجة تقريبا رتبة. علاش؟ لأنه بالفعل طورنا هذا الأداء ديال البورتنيت اللي اليوم معمم على جميع الجوانب المغربية. اليوم مطلوب منا على أننا هذه الفكرة اللي اختزلها الخطاب الملكي الأخير ديال العيد العرش 19 واللي قال بالفعل خصنا نقربوا الخدمة من المواطنين ونقللوا التعقيدات، والإدارة ما يمكنش تبقى عاود تطلب في الأوراق إذا كانت إدارة أخرى عندها متوفرة. إذا في هذا المنطق وفي إطار هذه التوجهات تنحاولوا على أنه بالفعل الفكرة ديال الشباك الواحد تعمم ليس فقط في المجال الاستثمار على صعيد المراكز الجهوية ديال الاستثمار واليوم على صعيد بورتنيت، ولكن نجعلوها كفكرة مركزية اللي نمشيو لها في المستقبل القريب إن شاء الله رب العالمين. وأكيد اليوم عندنا استراتيجية لوجستية، الاستراتيجية الوطنية اللوجستية في 2010 اللي دارت واللي بالفعل حددت واحد المجموعة ديال الأهداف مركزية ورئيسية واللي تنشتغلوا على أننا نوصلوها ليس فقط على صعيد ما هو لوجستية ديال البضائع، ولكن أيضا اليوم مشينا من المركزية ديال هذه السياسة الاستراتيجية الوطنية إلى الجهات. اليوم نشتغل على أساس أننا تكون عندنا مناطق لوجستية جهوية، وبدينا بعض التجارب بعض الجهات اللي من المفروض أنها تكون تجارب نوعية. مشينا اليوم إلى أننا بالفعل نقلصوا من التكلفة ديال النقل واللوجيستيك على الصعيد الوطني، ربحنا تقريبا خلال هذه الخمس سنوات واحد جوج ديال النقاط في التكلفة ديال اللوجستية، الكتلة ديال اللوجستية على صعيد الناتج الداخلي الخام. واليوم من خلال إما لاجونس الوكالة المغربية ديال النقل اللوجيستيك أو أيضا حتى الشركة اللي هي فاعل أساس ومحوري
اللي هي ديال لاي اس ان تي ال اللي تتقوم بواحد الجزء كبير ديال الا بغيتو تقول ديال لاغريغاسيون ديال الجميع بالاضافه الى مختلف الفاعلين اليوم الاساسيين اللي تيشتغلوا في الميدان اللوجيستيه من على الصعيد القطاع الخاص والعام. يمكن نقولوا على انه هذه الاستراتيجيه اليوم بالمحاور ديالها الخمسه الرئيسيه والمركزيه بالاضافه الى التنويع ديال هذه الاستراتيجيه والتنزيل ديالها على الصعيد الجهوي غادي نستطيعوا ان شاء الله رب العالمين اننا نتقدموا بالامان في المجال ديال النقل اللوجيستيك.